كشابة جزائرية نحلم بالهجرة على شحال ديال المود دو في كوتي فينونسيير وكوتي في من جهة العباد. نخرج في الجزائر ونحس روحي في أمان. ونحلم بالهجرة باسكو الهجرة شغل دركا ولات كما نقولوا اوبليغاتوار. علاش؟ لخاطرش فرص العمل راه ماشي وتتضاءل هنا في الجزائر. تبدا دير مشروع ما كانش الدعم، ما كانش كيفاش تبدا، ما كان والو، الدينار طايح بزاف. صراحة ساعات نقول نروح وساعات نقول ما نروحش، ساعات نقول لا، لانه انا كشابة جزائرية ماذا بيا انه نطلع علم تاع بلادي خير من نطلع علم تاع بلاد واحدة اخرى. دوك التوظيف العمومي مغلقين كلش، دوك البريفي صح بريفي كاين، مي بصح المعرفة قوة قوات بزاف. ماذا بيا نضمن هنا افونير، وماذا بيا انا كون ريح هنايا مع والديا مع العائلة تاعي وزعما نولي مرتاح. هذه أكيد. أولاً أعرف بنفسي أنا طالبة في كلية علوم الإعلام والاتصال، وأفكر يعني بصفة عامة في الهجرة، لأنه الهجرة من منظور واسع تنوع ثقافات، تعرف على ميادين دراسة، تعرف على ميادين الشغل أيضاً، لأنه الجزائر ليس بمنظور ضيق بل بواسع لا تقدم لك، بل أنت تسهل لتقديم أفكارك وجهودك العلمية والعملية وكل شيء. هذا هو دوك حنايا شغل المستقبل ديالنا راه مجهول. وحاجه دوزيام، كي تشوف الوضعيه المعيشيه اللي راهي في البلاد هذه، تلقى انسان يخدم شهريه، زعما نقول يخدم شهر كومبلي يخلص الشهر هذا، زعما تكفيه الشهريه هذه، ما كاينش شغل توازن في المستوى المعيشي. نحلم بالهجره بيان سور، باسكو هنايا في الجزائر ما عندنا ما نديرو. جوغ هنايا لو كان تجيب الدبلوم تاعك كاين احتمال انك ما تخدمش، باغ كونطخ لو كان تروح لتماك للخارج وتقرا وتجيب ديبلوم تاعك خدمه اوفيسيال، يعني دير افونيغ شابه. اذا ما صبتش لي زوكازيون تاع قرايتي، واذا ما صب ما عاونتنيش غايه، سي اوفيسيال ولي تخمامي للخارج. نخرج في الجزائر نحس روحي في امان، باغ كونطخ على بالي بلي لو كان نروح في ليترونجي حنكون في امان، مام على بالي بلي في الفيديو لو كان حيكون عندي كاش بروجي في قرايتي ولا بروجي واحد اخر، على بالي بلي تما راني حنقرا راني حنلقى اللي يعاوني، باغ كونطخ في الجزائر ما لقاش اللي يعاوني. كشاب جزائري بيان سور راني نحلم بالهجره، باسكو راني ايتيديون، راني عايش في واقع جزائري مؤلم ما رانيش متقبلو. انا في احلامي وفي طموحاتي ما رانيش ناوي نعيش هذه المعيشه، راني ناوي نعيش معيشه اخر. راني ناوي سالار مليحه، راني ناوي معيشه مليحه، راني ناوي باتها مليحة، ترونسبور مليح، أمري كل شيء يكون مليح. لو نروح بلكي راح يكونوا عندك فرصات أكثر باش تخدم ولا دير المشاريع تاعك. كل شباب العالم وليس فقط شباب الجزائر يحلمون بالتبادل الثقافي المستمر بين الدول. ناهيك عن شباب الجزائر اللي أصبحت حيث أصبحت عفوا الهجرة من برامجهم اليومية ومن أحلامهم المكثفة، ليس فقط بغرض تحسين المعيشة بل بغرض تحسين المستوى الفكري والمعرفي والعلمي. وي نحلم بالهجرة من أحوال اقتصادية أفضل، ومن جهة باش نخدم أفضل كصحافي. ومام دوك بيناتنا دوك وكان جات بلاد تعرف تسير، ومام هادو ما اللي راهم قاريين، ومام يكمل يلقى خدمة. نحكي لك باغ إكزومبل لي زاني باسي أبو مدير كانوا نقول في وقتهم كانت الخدمة كانوا كيكملوا سمو يلقى خدمة دير، ما كانش شركات تدفع في شركة والو، سي في تاعك ما يلحقوهولكش. هذه هي البلاد اللي خلتني نحلم بالهجرة باش أنا نحسن وضعية ديالي. الخارج أحسن، ما من جهة ثقافية أفضل، إن شاء الله فيها خير يعني. ويلا ربي كتب لنا نروح ونروح، ويلا ربي كتب لنا ما نروحش قاعدة منها.